من يريد التخفيف من وطأة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على نصف مساحة سوريا يقول إن هذه المساحات صحراوية وأن سوريا المفيدة أي حيث المناطق المأهولة والحركة الاقتصادية والأهمية الاستراتيجية في المقلب الآخر. لكن من يراقب الجغرافيا جيداً سيكتشف أن هذه الصحراء قد تشكل مدخل داعش إذا أرادت إلى سوريا المفيدة. فمن تدمر التي كدست برصيد داعش مساحات إضافية تقدر بأكثر من 90,000 كيلومتر مربع في سوريا لوحدها، انفتحت أمام التنظيم طريق العبور إلى غالبية المحافظات السورية والمناطق الحساسة، من السويداء إلى دمشق إلى القلمون إلى حمص إلى حماة إلى إدلب فحلب، وحتى إلى منفذ جديد على العراق هو معبر التنف الحدودي الذي سيطر عليه التنظيم يوم الأربعاء، مؤمنا مساحة اتصال إضافية بمحافظة الأنبار العراقية الواقعة بغالبيتها في قبضته، علما أنه يسيطر منذ العام الماضي على معبر البوكمال الذي يصله أيضا بالأنبار. في الصحراء السورية حيث يزحف تنظيم الدولة الإسلامية من دون مقاومة تذكر، يحصد في طريقه مرافق حيوية لسوريا المفيدة كحقول الغاز المهمة التي تغذي محطات التوليد الكهربائي السورية وآخرها شركة T3. أسود الدولة الإسلامية يتقدمون في المحطة الثالثة بولاية حمص. الحمد لله. الآن إخوة يتقدمون نحو الشركة. في المقابل يتناقل بعض المواقع مشاهد يقول إنها لانسحاب الجيش السوري من منطقة تدمر. حول انسحابات الجيش السوري كثرت التحليلات، البعض يردها إلى إنهاكه واضطراره للانسحاب من بعض الجبهات لتعزيز أخرى أكثر أولوية، والبعض الآخر بدأ يطرح علامات استفهام حول ارتباط هذه الانسحابات بسيناريوهات ترسم لسوريا وقد تعيد خلط الأوراق.